يحتضن سوق الثميري بالرياض مزاد لبيع القطع الأثرية والطوابع النادرة وبعض المقتنيات. حضر المزاد عدد كبير من المحبين وعشاق التراث. طبعا الهدف هو المحافظة على الموروث الشعبي كهواية. طبعا القطع هذه يعني تكون بأسعار يعني متناولة للجميع. محب الهواية يكون لهم تجمع، يعني يكون في تطوير الهواية ومناقشة يعني الهواية والرقي فيها يعني، والحمد لله. طبعا هو دعوة للحضور المزاد أول جمعة من كل شهر. طبعا في المكان يعني جميل جدا في سوق الزل، يعني أعطى جو للمكان يعني بحيث أنه يكون وجهة سياحية للجميع. بالنسبة لسوق التراث سوق الزل، هذا عندنا يوميا يجتمع فيه من داخل البلد، من الرياض ومن شتى مناطق المملكة، كذلك يجينا أخوان زوار من محبي التراث وهواة التراث من دول الخليج، من البحرين ومن قطر ومن الإمارات ومن دول الخليج. كل اجتماعنا في هالمكان هذا. المكان هذا هو مزاد الرياض الدولي. ويهدف المزاد في جذب وتشويق الزوار بشكل يومي، ويشمل المزاد بيع الأدوات المنزلية القديمة. المزاد أخذ أصداء واسعة حيث امتلأت المقاعد المخصصة للمزاد. وحددوا الموقع هذا، حط الموقع لأنه حكم أنه مثل موقع تجاري، موقع أثري يحتوي على الآثار والمداخن والعود والطيب. دخلوا التراث مع المقتنيات الحديثة مثل البشوت الحسوية، مثل البشوت السورية، مثل النجور، دخلوا الماضي في الحديث. طبعا يعرض عندنا هنا دلال، يعرض عندنا بنادق قديمة، فتيل، مقمع، صمع، يعرض عندنا دلال. طبعا الأسعار تتفاوت، كل مالها الأسعار مرتفعة الآن. عندك الدلال، فيه من الدلال يعني يصل أسعارها في شيء على 7000، على 10000، على 15000، وكل مالها ترتفع الأسعار، ما هي زي أول. البنادق يعني أذكر كان قبل فترة نأخذها يعني على 2000، الحين من 10000 وفيها. عندك الطواحين الهاجرية، عندك لا إله إلا الله، السيوف، سيوف جوهر، سيوف الداخلية، سيوف يعني في تراث هنا. عندك المبرد، الصيعان، صيعان النجدية، يجي أشياء هنا وأكثر من نستهدف. حين أكثر لو تناظر الحضور، أكثر الحضور كبارين بالعمر، مما يدل على اهتمام الزائرين بالقطع الأثرية. سعود بن بجاد، الإخبارية، الرياض.